عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مسؤولي شركتين صينيتين لاستعراض فرص التعاون والاستثمار والتمويل الممكنة في السوق المصرية بمجال توطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية وأشباه المواصلات. وخلال الاجتماع أكد مدبولي الأهمية التي توليها مصر لتوطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة والتي تسهم في تعزيز نشر محطات الطاقة النظيفة، معربا عن تطلعه للحصول على تفاصيل ورؤية محددة للتعاون بين الجانبين في المجالات المقترحة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً سلط من خلاله الضوء على اتجاهات التكنولوجيا خلال عام 2023، وكما استعرض أهم اتجاهات التكنولوجيا في مصر بالإضافة إلى مستقبل التكنولوجيا. وأوضح التقرير أن القيمة الاقتصادية المحتملة من الذكاء الاصطناعي التطبيقي ستتراوح بين 17 و 26 تريليون دولار، مشيراً إلى أن حصة الشركات التي تسعى إلى تحقيق هذه القيمة تتزايد باستمرار. كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر بمعدل نمو سنوي مركب يقدر ب 10.4% حتى نهاية عام 2029. دشنت وزارة الزراعة مبادرة إحلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلوبة عالية الإنتاج لصغار المربين وشباب الخريجين بمحافظة الشرقية. وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتحسين سلالات الماشية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع يعتبر باكورة مشروعات الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص، والتي سوف يتم تعميمها على كل المحافظات بالتنسيق مع بعض المستثمرين. سجل معدل التضخم السنوي في الكويت مستويات 3.8% خلال نوفمبر الماضي، وسط ارتفاع في أسعار الغذاء والمشروبات. ووفقا للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فقد ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنحو 5.81% على أساس سنوي، وبنسبة 9.1% على أساس شهري، وسط زيادة أسعار مجموعة من العناصر من بينها الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والأسماك. كشفت مصادر يابانية مطلعة عن أن الحكومة تعتزم إنفاق مبلغ قدره 164.7 مليار ين، أي نحو 1.16 مليار دولار، لتنظيم المعرض العالمي لعام 2025 إكسبو في محافظة أوساكا. وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية أنه بالإضافة إلى هذا المبلغ الذي يتضمن الإنفاق على أنشطة تقديم العطاءات، فإنه من المتوقع أن تضخ الحكومة المركزية والسلطات المحلية والقطاع الخاص نحو 9.7 تريليون ين أخرى في تطوير البنية التحتية اللازمة لهذا الحدث.